اليوم يا اخوان جايين نشوف الحصان اللي كرسته حي قبل 5 ايام. انا اول ما اجيت اعطيته ابر، اعطيته ادوية، اعطيته مضاد، شايفين اعطيته ادوية بتحفظ له 24 ساعة على الضغط وضربات القلب، لانه سم افعى فلسطين لما يتنخل جوا الجسم ببلش ضغط الواحد ينزل. فانا اعطيته هاي لمدة 24 ساعة اللي تحافظ على الضغط عبين ما يعبر له ايش موضوع السم. المهم السنة هذيك عنا حي كرسة حصان في منطقة نابلس، نسيت شو اسم القرية. المهم وجاب واحد دفعه 700 شيكل بيطري ومات الحصان، يا ريت عاش واخذ منه المصاري كمان. المهم مش هالموضوع، الموضوع انه افعى فلسطين بتقتل الحصان، فعشان هيك انا جاي اطلع الحصان. هاي جوا جوا الحصان. ولك عمين بتعوي ولا هذا الكلاب بلديات. هاي الحصان ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ضاين اشي بسيط جدا. تمام شايف رايح الورم، الحصان في تحسن جيد، ممتاز ممتاز. بس لازم ايش نعطيه كمان نكمل له الدواء عبين ما كله يروح، بس الحصان في تحسن جيد. شوف وين كان وين صار، بكت هاي نافخة كثير وفي تحسن. طبعا هاي كرسة حية مش سهلة. حصان المهم اهم اشي اشوف انه انا الادوية هاي اللي اعطيته اياها نجحت ولا لا. طبعا اللي بقول لك انه الحصان بتحمل، لا اخوان في كثير خيل انكرصت وماتت، يعني معظمها 99% منها ماتت. شايف انا اول مرة بعالج حصان ملدوغ من افعى السنة هديك، شايف. والغلط كان هو في البداية انه جرحوا له اول ما انكرص جرحوا له هان، هذا تسبب شوي بزيادة التسمم، لكن هسه في تحسن. بس لازم ياخذ كمان جرعات أدوية. تعال لأني احتاج ذهب.